وانت احمد؟ ايام النصر كنت في كلام جامد ان انا رايح الاهلي والزمالك، كان هيمسك كابتن سيد عيد. وجيت السنه دي برضو في واحد كابتن محمد اسماعيل بلغني تقريبا في كلام من الاهلي، بس انا ما اعرفش كابتن محمد اسماعيل مدير الكره، اكيد مش هقول حاجه غير هو متاكد منها. قال لك ان في كلام من الاهلي، في كلام يعني شد حيلك وكده وركز في واحد يعني كان عايزين مدافع وكده. بس كانت الفتره اللي انا كنت اروح فيها الزمالك كانت مع كابتن سيد عيد، لكن ام بي الاهلي كانت مؤخرا في يناير اللي فات كانوا محتاجين. كان في كلام برضه في النصر بس كان كابتن سيد ابو حفيظ كلم كابتن سيد عيد. وليه بقى الحاجات دي ما بتكملش يعني؟ ليه ما كملتش؟ هو رزق بقى ربك بقى ما بتمشيش كده. وانت كنت عايز اهلي ولا زمالك؟ اي حد يحلم باي نادي من الاثنين صح. فهو عشان منتخب يعني، دول برضو عامل اساس انك تروح المنتخب بشكل اسرع، تلعب احتراف، فالعين بتبقى عليهم يعني كويس. بس يعني كابتن حسام حسن او حتى اللي قبليه فيتوريا او حتى كيروش كانوا بياخدوا لعيبه من اي نادي مش بس اهلي وزمالك. اترشحت مع مستر كيروش وبعته، خدوا احصائياته وكده، بس برضه خدوا ساعتها احمد ياسين ومنعم، ربنا وفقهم يعني ووفق منعم طبعا. بس انت طول الوقت اكيد مستنيها منتخب مصر؟ اكيد طبعا. سبب افضل كده سايب على الله زي ما شكشك قال لك، واضح ان بيسيب على الله. يعني انت في الملعب يعني، وانا بعمل معاك اللقاء دلوقتي انا مش مصدق ان ده اللي بشوفه في الماتشات. واحد جامد، واحد شخصية ناشف تاني. وتلاقيه وبيتخانق وبيعترض وفي قصص كده. باخد كل ماتش بماتش وما بحسبهاش بقى اهل زمالك، انا عنده بنزل لا بس عملش. انت مديني شخصيه دلوقتي عامله زي ايه؟ عارف انت الممثل كده لما يقول لك ايه، انا باخد الدور واتقمصه. انت في الملعب بتتقمص دور غير دورك. ايوه بالظبط، دي مش شخصيتك دي. حتى بيتكلموني وركز وبتاع، بقول لهم صباح على الله، باجي نازل مش في دماغه. مفيش خالص. هو ربك بقى. طب والراجل اللي بيديك تعليمات بره ده والحاجات دي بقى؟ سيد والله بيقعدوا هم عارفين بيقولوا لي حاجه بنزل انسى في الملعب معايا كلوشه بقى بيقعد يفكرني.